لم يزل حلمك حقا في يديك، لا تماطل، قد أتاك المجد يعدو هل سعي. السلام عليكم. في عام 2010 قبل 12 سنة تقريبا بدأت أحس بأعراض مثل التعب والإرهاق المستمر. ذهبت حتى أعمل تحاليل، شفت طبيب العائلة أحد أصدقائي، طبيب أمريكي من أصل آسيوي. دخل عليه طبيب العائلة وبدأ نسخة من تحاليل الطبية. كان شكلي في ذلك الوقت مثل ما تشوفوا في هذه الصورة، وزني 120 كيلوغرام وكأني امرأة حامل بالشهر التاسع إذا مو أكثر. كان وجهي متجهم جدا. انطاني نسخة من التحاليل قريتها، السكر عالي، الكوليسترول عالي، كريات الدم البيضاء ناس فايت بناس. قال لي في ذلك الوقت شوف عندك شهر واحد تروح، إذا رجعت لي بعد هذا الشهر وعملت التحليل ولقيت النسب نفسها راح أحطك مباشرة على علاجات خافضة لسكر الدم، وانطاني أولريدي علاجات كوليسترول حتى أخذها وياي للبيت. طلعت من المستشفى وقفت في باب مكتبة وجاء في بالي السيناريو الآتي، أنه عندي خيارين. الخيار الأول، بما أنه أنا مدمن على البقلاوة والكنافة والحلويات والبسبوسة والآيس كريم وكل يوم لازم أكلها بالليل قبل ما أنام وأنا أتفرج على فيلم السهرة، فيا إما أظل أستمتع بها وأخذ علاجات صيدلانية وأتحول إلى مريض سكري رسمي إلى ما تبقى من حياتي وأشبع أمراض، ومثل ما الناس السلبيين دائما تسمع من عندهم يقول لك يا عمي أكل هو منو ابن باتشر، هو كله للدود، استمتع بحياتك ومن عايش الباتشر. الخيار الثاني هو أنه أخفض وزني وأمشي على نظام غذائي صحي وأعالج مرضي من جذوره، ولكن خيار صعب، ومباشرة وأنا واقف اختاريت الخيار الصعب اللي لازم كل إنسان يدور على مصلحته ويدور على سلامته يختاره. خرجت من المستشفى مباشرة، ذهبت إلى واحد من أشهر الأسواق هنا في أمريكا اسمه الوالمارت، اشتريت دراجة هوائية ورجعت مباشرة للبيت وقلت لزوجتي أنه أني شفت تحاليلي وجهي كذا وكذا وكذا، وأنه يا إما أتحول إلى مريض سكر رسمي وأخذ علاجات سكر وعلاجات كوليسترول لما تبقى من حياتي واستمتع بالطعام وياك، يا إما أعالج مرضي من جذوره وأنا اختارت الخيار الصعب وأريدك تساعديني بعد معونة الله سبحانه وتعالى. أنه بعد توكل على الله سبحانه وتعالى بديت بخطتي اللي وضعتها لنفسي، خطة الغذاء الخالي تماما من السكر ومن المعجنات والمخبوزات ومن كل أنواع القمح، مليء بالخضروات والبروتينات وخالي تماما من كل زيوت الطبخ ما عدا زيت الزيتون وزيت الجوز هند والمكسرات، ممارسة نظام الصيام المتقطع، وبديت كل يوم أقود الدراجة ما لا يقل عن ساعة كاملة كل يوم. تركته وما رحت لبعض الشهر لأنه بديت أحس أنه كل الأعراض قامت تختفي وبديت أتحسن بفضل الله وأحس أحلى إحساس بحياتي. ذهبت لبعض 3 شهور وكان شكلي كما تشاهدون في هذه الصورة، كنت فاقد من الوزن ما لا يقل عن 16 كيلوغرام. لما شافني انصدم وقال لي ايش سويت بهاي 3 شهور، قلت له ما راح اقول لك هسه، سوي لي تحاليل ومطلع عندي تحاليل احكي لك ايش سويت. طلعت نتيجه التحاليل وبفضل الله رحمته من غير حول مني ولا قوه اولا، وثانيا بالتزام الحرفي بالمنظومه اللي وضعتها لنفسي وابتعادي عن الناس السلبيين، طلع السكر طبيعي والكوليسترول طبيعي، واللي ما يعرف الطبيب انه اني اخذت علاج الكوليسترول من عنده، واول ما طلعت من مكتبه شمرته بسله الزباله الموجوده بباب المكتب مالته وما استعملته نهائيا، وبفضل الله وحمده كل كرات الدم البيضاء كانت راجعه الى حالتها الطبيعيه، لدرجه انه هو نفسه قال لي سويت حتى انا هم اسويه حتى وزني ينزل، لانه هو ايضا يعاني من زياده الوزن. الان ايش اللي سويته اني؟ كل اللي سويته اخي الحبيب انه اختاريت الخيار الصعب وعالجت مرضي من جذوره بقرار. وهذه رساله هذه الحلقه اخي الحبيب، لا يحتاج لك أعشاب ولا مكملات غذائية، كل ما يحتاج لك أنه تتوكل على الله سبحانه وتعالى لأنه هو الميسر، وتتخذ قرار وتكون صادق مع نفسك، تبتعد عن أصدقاء السوء وتفهم الحياة الصح وتعرف أنه حياتك هي قراراتك، ودائما تذكر هذه القاعدة ولا تنساها أبدا. زوجتك أخي الحبيب اللي جالسة أمك الآن واللي ما تستمتع إلا لما تأكل وياها آيس كريم وكنافة بسبوسة، لو قدر الله صار عليك شيء راح تتزوج وراك. زوجك أختي الكريمة اللي دائما يستمتع لما ياخذك للمطاعم، لو قدر الله عليك وصار بيك شيء بسبب زيادة الوزن راح يتزوج عليك وراح ينساك وراح يقعد يستمتع بطعامه ويا المرأة الثانية. الله سبحانه وتعالى ما جعلنا في هذه الأرض حتى ناكل ونشبع ونونس نفسنا من المطاعم، احنا جايين هنا اختبار حتى نعمر هذه الأرض وراح نعيش عمر قصير، هذا العمر راح تتحدد به صحتنا على أساس قراراتنا، والله سبحانه وتعالى جعلنا الخيار أن نختار الشيء الزين أو الشيء المزين. إنه وتذكر أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى حيسألك عن شبابك فيما أفنيته وعن مالك فيما أنفقته، فإذا حاط ببالك تفني شبابك بالمطاعم فراح تنسأل عن هذا، وإذا حاط ببالك تنفق مالك كله على أكل والإسراف في الأكل فراح تنسأل على هذا. واعلم أخي الحبيب أنه أصدقاء السوء اللي أنت مصادقهم واللي ربطوا سعادتهم بالمطاعم، لو أردت أنه تنجح في رحلتك في تغيير حياتك فلازم عليك أنه تعوفهم، لأنه لو قدر الله وصار عليك شيء ورحت للمستشفى وتمرضت راح تحس بالألم وحدك والمعاناة وحدك، وراح تدفع ثمن قراراتك وراح يتركوك ويشوفون واحد غيرك ربط سعادته بالمطاعم
ويكملون رحلتهم وياه. فلذلك كن حكيم ودائما اختار القرار الصحيح لنفسك. لما كان عمري 26 سنة كان وزني 105 مثل ما تشاهدون في هذه الصورة، كان حلمي انه اضع القميص في داخل البنطلون، لانه ما كنت استطيع ان افعل هذا لانه بطني كانت بالضبط بطن امرأة حامل في الشهر التاسع. لما كنت اذهب واخرج مع اطفالي كان كل الناس يلعبون مع اطفالهم واني ما استطيع العب بسبب زيادة الوزن، كنت اجلس واطلع كل قهوي بالاكل اللي كانوا حاطين لي. بعد ما اتخذت هذا القرار الصعب وبفضل الله ورحمته قبل يومين دخلت الى عمر 45، بفضل الله ورحمته البارحة ذهبت حتى ازور ابني عمره 17 سنة يعمل في احد المولات، ذهبت حتى ازوره واخذت له وياي اكل، لقيت زميلته فتاة امريكية عمري 17 سنة، انطيتها اكل ابني وسلمت عليها وقلت لها من يجي انطي هذا الطعام وذهبت. لما رجع ابني بالليل وجع يضحك وجايب الاكل وياه، قلت له ايش فيك تضحك؟ قال البنيه اللي انطيتها الاكل، قالت لي اخوك اجى عليك خلى لك اكلك، ما قالت لا ابوك. لو ما اختويت الخيار الصعب ما كان شفتني واقف هسه امامك، لو ما اختويت الخيار الصعب ما كان نجحت بحياتي بفضل الله ورحمته ولا كان حصلت كل الشهادات والاختصاصات اللي حصلتها، لو ما اختويت الخيار الصعب ما كان اقدر هسه اطلع والعب ويا ابني وامشي وياه والعب ويا اطفالي واركض وياهم. لذلك اخي الحبيب دائما كون حكيم في اختيار اصحابك، كون حكيم في كل شيء تدخله الى معدتك، وتذكر اخي الحبيب انه المرض يتحول الى مرض مزمن لما احنا نريده يصير مرض مزمن، ولما الاطباء يقنعونا انه لازم ناخذ علاجات مزمنه ما تبقى من حياتنا، والمرض يتحول الى مرض طارئ وتشفى من عنده باذن الله لما تكون قراراتك صحيحه وصائبه وتعالج مرضك من جذوره بازاله المسبب. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه. في نهايه الحلقه اتمنى تكون الرساله وصلت، لا تنسى من دعائك، صفحتنا على الفيسبوك نجيب على اسئلتكم واستفساراتكم بكل رحب الصدر، ولكل الاخوه الراغبين في علاج امراضهم من جذورها على رحب وسعه في العياده الرقميه على واتساب العياده. لا تنسوا من دعائكم لايك شير سبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.